الأنسة افتخار استلمت الشيكات كمان ما شاء الله. ما شاء الله عندك ثلاث أولاد أنسة. آه مدام افتخار. يلا احكي لنا. ديما على الشركة أخذ بقرة. أخذ بقرة معنا. أيوة. وعملنا الاحتفال. أيوة. كلقتو. وكيفنا وانبسطنا. كيفنا وانبسطنا كثير بنتمنى على طول تكون هيك. وتعرفنا على الكل. أيوة. وتعرفنا على الكل صراحة. أهم شيء تعرفنا على الدكتورة والأستاذ وحيد. وكانت الشركة منورة بوجودهم كمان. والله بوجودكم كمان. أهلا وسهلا. بس إن شاء الله بيجوا الكل باقي الفريق. إن شاء الله. إن شاء الله.